استاد ماراكانا البرازيلي في ورشة ضخمة، فمنذ أكثر من سنة 2300 عامل يجددونه وفق معايير الفيفا. هذا الملعب الذي كان يستوعب 200 ألف مشاهد وقوفا ستنحدر قدرته على الاستيعاب إلى 83 ألفا جالسين، مع مدرجات أقرب إلى أرض الملعب وسقف متطور قادر على توزيع أفضل للصوت والضوء. سيكون الاستاد أقل ضخامة لناحية القدرة على الاستيعاب، ولكنه لن يفقد شيئا من الحماسة. الماراكانا هو مسرح لأحداث رياضية لا تنتسى، ففي العام 69 سجل بيليه هدفه الألف، وهنا أيضا في العام 50 خسر المنتخب البرازيلي على أرضه أمام الأوروغواي في نهائيات كأس العالم، وهي صدمة وطنية لا تزال حية في البرازيليين، وفرانسيسكو كان هنا في هذا اليوم ويتذكر. لم أكن أعتقد أن الأوروغواي ستكون خصما قويا، ولكن إذلال الآخرين أسوأ من عدم احترامهم، فمن يشعر بالإذلال يتحول إلى أسد، وهذا ما حصل. تحول فريق الأوروغواي أسدا، ونحن خسرنا كأس العالم، وكان الخروج من الملعب أشبه بالجنازة. وبعد 61 عاما يتحضر البرازيليون لاستقبال كأس العالم مرة جديدة في العام 2014، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 480 مليون يورو. الفقراء سيعانون، سنكون بحاجة إلى مستشفى، والمستشفى لن يكون متوافرا، وكذلك بالنسبة للمدارس هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها بدلا من إهدار المال. وبعيدا من الانتقادات، لن يحلم البرازيليون بملعب أفضل لكأس العالم. النهائيات في ماراكانا ستكون مذهلة، أعجوبة العالم أجمع. يجب أن تنتهي الأعمال في ديسمبر من العام 2012، والبرازيليون يتحضرون لثأر يسجلونه للتاريخ.